جمعية أصدقاء مرتل. اليوم يعني كما شاهدتوا يعني أول مباراة استعدادية بعد الأسبوع الأول ديال الاستعداد. كنشكروا يعني الإدارة على الظروف اللي وفرتها انتدابة يعني في المستوى لاعبين ذوي الخبرة. كنتمناو هذا العام هذا نقدموا يعني المستوى المنتظر من ساكنة مرتل. إن شاء الله يعني الشباب اللي معانا هما يعني أهل هذا المهمة هذه اللي هي مهمة ماشي سهلة. كاين فراقي كاهما يعني عندهم مدة طويلة في الدوزيام ديفيزيون، يعني فراقي عندهم لعابة مزيانين. رغم ذلك احنا ان شاء الله نكونوا في احسن الاستعداد عند بدايه البطوله. سعيد عرس كي كنشوف الانتدابات اللي قطعوا واحد الطاقم التقني والمكتب المسير. عرفنا انتدابات مستوى عندهم خبره تجربه في القسم الوطني الاول. طبعا يعني مع عامل الانضباط والتدريب والعمل والمتابرة وكذا غادي نختار ان شاء الله، لان يعني اللعابه يعني في المستوى التقني لعابه يعني كبارين، في المستوى الخبره كاين واحد المجموعه اللي هي يعني لعبات في هذه الرياضه هذه، مارست هذه الرياضه هذه 10 سنوات او اكثر. كان هادشي اللي كنتظروا منه. سعيد شفنا المباراه اللي استعدت لمد اجاكس ديال تيطوان فريق عريق، قدمتوا واحد المستوى عالي سواء مستوى طيب، بان هناك انسجام بين اللاعبين رغم هناك اسبوع الاستعداد كان هو لمسة واحد انسجام بين اللاعبين، قدموا مردود هائل. الصراحه هي هذه يعني اربع حصص او اظن ثلاثه، بان واحد انسجام كبير، واحد المستوى يعني اللي تا هو كبير. يعني حنا النتيجه ما كتهمناش شي طبعا، كما كنقول للعبة دائما حنا اهم شيء هو اننا نفتشوا على المسائل اللي كندربوا عليها نطبقوها، هذاك هو اهم شيء بالنسبه لنا حنايا. اما النتيجه ما كتهمش، ولكن كما لاحظتوا يعني الشباب تبارك الله لعبوا مزيان، سجلوا كثير من الاهداف، دافعنا مزيان. طبعا كاين اخطاء مع المده ان شاء الله، مع التدريب هكذا ان شاء الله كل شيء يتحسن. شي كلمه اخيره. كنشكروا سعادتكم السي حفيظ، كنشكروا قناه الفجر على هذا اللقاء هذايا. كنطلبوا من الله عز وجل الرحمه والشفاء للمصابين في جميع انحاء المغرب، الله يشافي ويعافي جميع الجرحى، الله يرحم جميع الموتى. نسال الله عز وجل التعزين الحار للضحايا ديال زيزان. نتمناكم التوفيق سعيد ورفقه فريقك جميع اصدقاء مرتل كره القدم داخل القاعه، نتمناكم التوفيق ونتمناكم السعود ان شاء الله تحققوا واحد الفرحه. يصبح الان فريق جميع اصدقاء هو رؤية لساكنة مدينة مارتين. بسم الله الرحمن الرحيم، فؤاد شكرنا كتب العام لجمعية أصدقاء مارتين كرة القدم داخل القاعة. أولا تشكر منبر فجر سبور على الاستضافة وعلى المواكبة ديال المباراة اللي كانت ودية اللي جرينا اليوم. ثانيا كنقدموا ككل مكونات فريق الأصدقاء مارتين كرة القدم حر التعازي لجميع عائلات الضحايا اللي ضرب إقليم الحوز مساء الأمس. كنتمنوا لجميع الضحايا المتوفوا الجنة الفردوس إن شاء الله، والصبر والسلوى للأهل ديالهم، ونتمنوا الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى يا رب. بالنسبة لهم السي حفيظ على المواكبة ديالكم اليوم هذه المباراة الودية اللي جاية الفريق ديالنا تحضيرا للموسم القادم اللي ان شاء الله غيكون على حسب برنامج مدى 22 او 23 سبتمبر على انطلاقه الرسميه للبطوله الوطنيه قسم الثاني شطر الشمال. حنا كنستعدوا الحمد لله، كانت هذا العام 8 انتدابات قمنا بها مهمه، انتدابات اللي كانت في المستوى اغلبيه الانتدابات اللي جبنا كانوا مارسوا في القسم الاول. عندهم خبره عندهم تجربه عندهم خبره وعندهم تجربه، يعني يعرفون خبايا كره القدم داخل القاعه. واحتفظنا بسته لاعبين من اللي كانوا معنا الموسم الماضي اللي ضحوا مع الفريق وقدموا يعني واحد المستوى طيب ومجهودات طيبه. كذلك طلعنا جوج ديال الوليدات من فريق الشبان الكبار، كان عندنا حذيفه حمود كحارس مرمى واشرف بن عمر توا لاعب، هذا لاعب واعي توا على المستوى ان شاء الله. الطموح ديالنا هذا العام هو الصعود
يعني سطرنا احنا كمكتب المساهم لفريق الاصدقاء مالتي، سطر واحد الهدف العام هو الصعود، ويكون عنده واحد التركيبة البشريه اللي يقدر يواكب بها جميع المراحل ديال البطوله الوطنيه، اللي يقدر ينافس بها. كما كتعرفوا راه الدوزيام ديفيزيون ما بقاش قسم سهل، بعد المستوى راه عالي، كاين فرق اللي هي كتعجز يعني بواحد التركيبه بشريه قويه باسماء وازنه داخل 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 البطوله. احنا قلنا يعني كمكتب مسير اننا نوفروا جميع سي فؤاد، شكرنا. تحقيق الصعود كيتطلب تركيبه بشريه وموارد ماليه، هانتوما الفريق كتفرع على الموارد الماليه قبل تحقيق هذا المبتغى. كتعرف ان تحقيق الصعود كيضرب تحفيزات تعثر طبيعه الحال، عندكم حق السي حفيظ في الاتجاه هذا. نعم حنا رسمين واحد الطريقه ديال التدبير المالي ديال الفريق، كيفاش كنا يعني نسيروا بجميع المراحل ديال البطوله. الحمد لله يعني يوم امس او يوم الخميس تم المصادقه على النقطه ديال الدعم للجمعيه الرياضيه ديال مالتي، وحضينا حتى حنا يعني النصيب ديالنا مع الفرق الرياضيه اللي كنشكروا بالدور. بالمناسبه كنشكروا السيد عامل عماد ديال الفندق السيد ياسين جاري، وكنشكروا كذلك باشا مدينه مرتي السي مراد الدوش، وكذلك الرئيس الجامعه الترابيه لمرتي السي مراد الميول، وكذلك البرلماني محمد عربي المرابط على الالتفاته ديالهم الطيبه ووقوفهم بجانب الفرق الرياضيه، لان الفرق الرياضيه باش تقدر تحقق النتائج وانجازات المدينة وتمثل يعني المدينة راه خصها واحد الموارد الماليه اللي هي تكون مهمه. وبالمناسبه كذلك كندعي جميع المستثمرين اللي كاين عندنا في المنطقه في عماله المضيق فندق، لان هذا الفريق راه كيمثل عماله المضيق فندق وكيمثل مدينه مرتي في القسم الوطني الثاني، لان خص كلشي يلتف وراء هذا الفريق.